مساكن. قال لك انه الروندمون تاع هذا المنتدى الوطني الأول اللي شاركت فيه 22 ولاية منهم خبراء اللي في الجامعات. عندنا 22 جامعة اللي راها حاضرة معنا في ولاية برج بوعريريج. قمنا بتنظيم هذا المنتدى، وكذا محافظة السامية لتطوير السهوب، وزارة الفلاحة ممثلة في محافظة الغابات، وكذا وزارة البيئة والتجارة. هذا المنتدى الهدف منه هو تنظيم هذه الشعبة للمكانة ماهيش في المكانة تاعها يعني الصحيحة. حبينا يكون همزة التواصل ما بين الفلاح وكذا المنتجين وأصحاب المصانع للأعشاب المكملات بالنسبة للمكملات الغذائية.